أمين، ننتقل الآن إلى واحدة من أقوى وأخطر مباريات الدور الربع النهائي، نتحدث عن فرنسا إنجلترا، منتخبان مرشحان لنيل كأس العالم، نهائي قبل الأوان، نجوم كثر. نتحدث عن كيليان مبابي الذي ربما يعتبر أفضل لاعب في العالم حاليا، هذا اللاعب الذي يلزمك دراجة نارية من أجل اللحاق به على أرضية الملعب، قطار سريع يدهس كل منافسيه. كيف ترى هذه المواجهة؟ إلى أي جهة تميل موازين القوى؟ مواجهة صعب جدا التكهن بنتيجتها، مواجهة متوازنة بين المنتخبين، كلا المنتخبان يملكان الكثير من المفاتيح التقنية في هذه المباراة. المنتخب الإنجليزي واحد من أثر المنتخبات المشاركة حاليا في كأس العالم، لديه الكثير من الحلول الفردية حتى جماعيا. المدرب ساوثغيت طور كثيرا من هذا المنتخب، طور كثيرا من أسلوب هذا المنتخب حتى مقارنة باليورو السابق. يبدو أنه تعلم مثل ما قال حفيظ من فشله في اليورو السابق بعد الوصول إلى المباراة النهائية والخسارة بركلة الجزاء أمام المنتخب الإيطالي. تطور كثيرا المنتخب الإنجليزي، تغير كثيرا أسلوب لعب هذا المنتخب. في الجهة المقابلة المنتخب الفرنسي أيضا حين تذكر اسم مبابي فقط وحده يدخل الرعب في قلوب الدفاعات المنافسة، ولكن من الخطأ أن تحصر حلول المنتخب الفرنسي أو خطورة المنتخب الفرنسي في كيليان مبابي فقط. نعم. هناك أيضا جيرو المتألق الذي يسجل تقريبا في كل المباريات، هناك غريزمان الذي أعاد اكتشاف نفسه في هذا في هذه الدورة، هناك ديمبيلي، هناك الكثير من الحلول الفردية أيضا في تشكيلة المنتخب الفرنسي. هناك حتى وسط دفاع قوي جدا اسمه تشواميني الذي يقدم دورة في أعلى مستوى، أيضا دفاع قوي. إن النقاد أمين يعيبون على المنتخب الفرنسي عدم امتلاكه لخط وسط ميدان في أعلى مستوى. أنت تعرف بأنه خط وسط الميدان هو الرئة التي يتنفس بها كل منتخب. تتحدث عن تشواميني لاعب مازال صغير السن، عن رابيو لاعب ثقيل فوق أرضية الميدان، غريزمان يميل إلى الهجوم أكثر منه إلى الدفاع. يبدو أن إصابة نغولو كانتي وبول بوغبا الأب الروحي في المنتخب الفرنسي أثرت بشكل كبير على خط الوسط، ولو أننا لحد الآن لم نشاهد هذا النقص، ننتظر أمام إنجلترا لنرى ونكتشف. طبعا هو الآن يعاني من غيابات في وسط الملعب، وبالتالي ديدي شاب خياراته الآن هجومية، صحيح أنه يعاني إشكال في وسط الملعب في تحضير وصناعة اللعب، لكنه الآن هو لا يلعب بهذا الأسلوب، يلعب بتمريرات طويلة في المساحات. نعم. ويستخدم سرعة مبابي ويستخدم غريزمان، وبالتالي هو أكثر المنتخبات وصولا إلى مرمى المنافس، أسرع اللاعبين كيليان مبابي، قدرات كبيرة، مهارات الفردية، الحلول الفردية، العمل الجماعي والاعتماد على السرعات، وهذا سلاح خطير جدا. عنده ثلث دفاعي على أعلى مستوى وحارس مرمى مميز جدا شاهدناه. نعم. وبالتالي المنتخب الفرنسي يؤدي كرة قدم هجومية. المنتخب ايضا مباراة فرنسا سيلعب مع من؟ مع انجلترا. مع انجلترا. انجلترا الان في هذا المونديال اختلفت الشكل تماما، واصبحت كرة القدم ايضا هجومية. المنتخب الانجليزي شاهدناه يقدم مستوى رائع جدا رغم غيابات عدد من اللاعبين المؤثرة جدا، لكن هو استطاع ان يصل الى مرمى المنافسين وسجل. هاري كين الان يعني يسجل بسرعة الصاروخ، يجيد التسديد بالراس وبالقدمين، شاهدناه في الابطال، شاهدناه في الدوري الانجليزي. منتخب اعتقد مباراة انجلترا مع فرنسا ستكون مباراة هجومية ولن تشبه بقية المباريات. نعم. اذا السفاح هاري كين في مواجهة الوحش كيليان مبابي، من سيحسمها في اعتقادك حفيظ؟ صعب جدا، هذه 50-50 كذلك، تحسم على تفاصيل وجزئيات، تحسم على هذه الفرديات التي تصنع الفارق بخبرتها وتجربتها. صعب جدا حتى تصور سيناريو المباراة، احنا نعرف كيفية لعب المنتخب الفرنسي كما نعرف كيفية لعب المنتخب الإنجليزي، ولكن لا تنسى بأن اللاعبين هؤلاء كلهم يتعرفون فيما بينهم، يلعبون تقريبا في نفس الدوريات وحتى منهم في نفس الأندية، يعرفون بعضهم البعض جيدا، المدربان أيضا يعرفان كل واحد يعرف الآخر، فمهما تكلمنا فالأمر سيكون على مستوى جزئيات بسيطة وتفاصيل نفسية بالدرجة الأولى أكثر مما هي فنية، لأنه فنيا كل واحد عارف قيمة الآخر وعارف ماذا يحضر للآخر. الأمور الفنية والتكتيكية بالدرجة الأولى والنفسية هي التي ديشون حفيظ يعرفان بعضهم البعض جيدا. أعتقد بأنه ديشون أكثر خبثا، لا أكثر
رغبة في الحفاظ على تاج، وحسيت وأنا من خلال تجاوبه مع أهداف المنتخب الفرنسي لم يكن من قبل بهكذا الشكل، وكأنه لا يريد أن يغادر من دون أن يريد أن يغادر بتتويج آخر سيكون تاريخي بالنسبة لفرنسا. ساوث جيت حان وقته وكذلك، لأنه رافق كل هذا الجيل من يوديسات 19 21، فهو أيضا أمام تحدي كبير، يقول لك أنا هذا الجيل أنا اللي كبرت معاه وأنا اللي ربيته وأنا اللي علمته وأنا كبرت معاه كذلك، وضيع كأس أوروبا طبعاً في المرة الماضية. حان الوقت لكي أحصد ما زرعته طبعا. مش هو فقط كشخص، ولكن الإدارة الفنية للمنتخب الإنجليزي كلها، ولكن ويستحق يعني. نعم حفيد، لماذا لم نشعر بغياب كريم بنزيما؟ ولا أحد الآن يتحدث عن غياب ولا كريم بوغبا ولا كانتي. هاي الكرة الحديثة، هاول الصح يعني. نعم. فلماذا التركيز كثيرا على كريستيانو رونالدو، رغم أنه كريستيانو رونالدو مستواه تراجع؟ كريستيانو لم يعد كريستيانو تاع سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو سبع سنوات من قبل، لذلك قلت لك بأنه كاين عاطفة وكاين أمر واقع. في فرنسا لا كانتي ولا بوغبا، انت لو لم تذكرهما الآن أنا نسيتهما. بوغبا وكانتي، هذا هو المنتخب، هذه هي روح المنتخب. هذا الكلام يقال على مستوى أندية أوكي، أما على مستوى منتخب فأنت تتحدث عن فريق متكون من 26 لاعب، تتحدث عن منتخب، عن مدرب، خاصة إذا كان اللاعب مصاب فهذا أمر آخر. يعني إذا كان كانتي وبوغبا مصابان لا نشارك في كأس العالم، قد يفوز بكأس العالم المنتخب الفرنسي. نعم. من دون كانتي، هنا تظهر قوة المدرب، وهنا تظهر روح المجموعة وقوة المجموعة، وتظهر المنتخبات اللي عندها ثقافة. نعم. عندها ثقافة كروية تاع فوز أو تاع خسارة بغض النظر عن اللاعبين. في أوروبا في المنتخبات الكبيرة لا تسمع كثيرا عن غياب فلان، وأن احنا نتكلم عن غياباتهم لأنه عاطفتنا تسيرنا غياب ميسي، غياب رونالدو، غياب أوكي من ناحية العاطفية أوكي، ولكن فنيا اليوم الأمر المنتخبات صارت تبنى على مجموعة.